المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. أدى اليوم 15 مفتشا مكلفين بجمع الضرائب أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس محكمة الاستئناف بنجمينة وبعض عدد من القضاة ورئيس كتبة العدل. تقرير عائشة أحمد دوقي. عادة يقال أن المسؤولية هي تكليف وليس بتشريف، لذا يستوجب على الشخص تحمل إباء تلك المسؤولية وكيفية التعامل معها باستخدام الأدوات والخطوات اللازمة لتدارك ما ينتج عنها من العواقب. لذا فقد شهد قصر العدالة مناسبة أداء القسم ل15 مفتشا مكلفا بجمع الضرائب، وجاء أداء القسم على النحو التالي. أدائهم للقسم تعهد المفتشون باحترام قوانين الجمهورية والحفاظ على سر المهنة وأن يكونوا أمناء بحيث لا يصدر منهم اختلاس الأموال أو الخيانة العظمى. مدعي الجمهورية إنغو ماسينياسو في كلمته بهذه المناسبة طلب من المفتشين تطبيق تعهداتهم، لأن أي اختلال به سيتم تقديمهم إلى العدالة لتبرير موقفهم، وأن الشعب التشادي يلتمس فيهم الأمانة. المفتشون من جانبهم قالوا بأنهم سيأخذون هذه التوصيات على عين الاعتبار واحترام القانون الضريبي وتطبيق توجهات الإدارة الجمركية